جزيل الشكر والتقدير للمقرئ حسن عبد الشهيد على هذه التلاوة العطرة، ونسأل الله أن يجمعنا وإياه تحت ظلال القرآن الكريم. في ظل زحمة الأحداث في موسم عاشوراء الذي لازلنا نعيش في أيامه، وفي ظل العديد من التداعيات تعقد جمعية الوفاق الوطني الإسلامي هذه الفعالية التي تأخذ طابعها الحقوقي للوقوف على طبيعة الأحداث والتداعيات، خصوصا مع تقارير مجموعة من الجهات حول واقع الحريات الدينية في البحرين ضمن الآليات الطبيعية التي يمارسها المجتمع الدولي وضمن خارطة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين، لا سيما العهدين الدوليين في الأمم المتحدة. أولى فقراتنا سوف تكون عرضا لتقرير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، تقدمه الناشطة الحقوقية زينب آل خميس، فلتتفضل. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رصدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عدة انتهاكات. الصوت أوكي؟ رصدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عدة انتهاكات قامت بها الأجهزة الأمنية من رجال الشرطة وقوات مكافحة الشغب والدفاع المدني بإزالة الشعائر الحسينية من يافطات ومجسمات وأعلام. والتعدي بدأ منذ اليوم الأول من المحرم في أسكان عالي وفي الهملة، وحتى اليوم الرابع من المحرم في مدينة حمل. وبحسب رصد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، فإن عدد المناطق التي تم التعرض فيها والتعدي على الشعائر الحسينية خلال عاشوراء هي 23 منطقة، وقد تفاوتت الانتهاكات بين منطقة وأخرى، كقرية صدد التي تم فيها اعتقال شابين كانا يعملان في إحدى المضائف بدون أي سبب. تم إهانتهم وتم ضربهم ونقلهم إلى مركز الشرطة وإيقافهم لمدة 12 ساعة بدون أي سبب، وبعدها تم الإفراج عنهم. أما في قرية كرزكان وفي قرية عالي، فإن أهالي القريتين توجهوا إلى الأجهزة الأمنية أثناء إزالتهم للشعائر الدينية الحسينية، فقام رجال الأمن بالطلق عليهم بسلاح الشوزن والغازات الخانقة التي نتجت عنها عدة إصابات وكانت إصابات بليغة. كما أن الاستهداف شمل منازل المواطنين عبر إرسال أحضاريات يطالبون فيها بنزع الشعارات الحسينية من على المنازل التي تعود الأهالي على تركيبها في كل عام، بالإضافة إلى نزع السواد واليافطات الدينية المتعلقة بعاشوراء التي ترفع تعبيرا للحزن لاستشهاد الإمام الحسين، وتخريب المجسمات الفنية المستوحاة من واقعة كربلاء، وإزالة بعض المضائف الحسينية. كما تم رصد 50 حالة استدعاء لإداري المآتم والهيئات الحسينية للمواكب والمنشدين، وهناك تواجد حالتي اعتقال وعدة حالات توقيف، ومن ثم تم الإفراج عنهم. فما حدث في البحرين خلال عاشوراء في هذا العام انتهاك واضح للحقوق العقائدية والثقافية والدينية،
المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دستور مملكة البحرين والمادة رقم 22 والتي نصت على أن حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد. فإن السلطات في البحرين مطالبة بوقف هذه التعديات التي تؤجج من الوضع الداخلي في البحرين وتنتهك فيها حقوق فئة كبيرة من الشعب. وشكرا. جزيل الشكر والتقدير للأستاذة زينب آل خميس، عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. ونبقى مع كلمة للأستاذ حسن المرزوق، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بهذه الدعوة وتطرق إلى هذا الموضوع المهم، وهو أحد مواضيع أو أحد مسلسلات انتهاك السلطات في البحرين إلى العقائد والشعائر التي هي سر في حقيقة الحال، هي سر التعايش السلمي بين الطائفتين الكريمتين، الطائفية الشيعية والطائفة السنية، حيث فتحنا أعيننا وفتح آباءنا أعينهم وأجدادنا على هذا التآلف، على الزيارة المتبادلة بين الطائفتين الكريمتين لممارسة هذه الشعائر الحسينية التي وجدت قبل وجود النظام الحاكم في البحرين، ووجدت لأنها إحدى عقائد إحدى الطوائف وإحدى الملل في هذه البلاد. اليوم النظام في البحرين يستهدف بشكل مباشر هذه العقائد وهذه الشعائر، وهذا الاستهداف ربما بدأ أو ازدادت وتيرته بعد انطلاق ثورة 14 من فبراير من العام 2011، مما يعني أن هناك تغيير في اللهجة، تغيير في التعامل مع عقائد هذا الشعب الذي يتكون جله من إحدى أو من الطائفة الشيعية الكريمة، بينما هناك شعائر أخرى تمارس بكل حرية بكل أريحية. هناك الكنائس، هناك المعابد، وكما سمعنا هناك عزم لدى السلطات بإقامة أكبر كنيسة في الشرق الأوسط تخدم الطائفة المسيحية أو الأخوة في الديانة المسيحية. هذا الاستهداف كما أسلفت بدأ منذ أن قامت الثورة. يعتقد النظام أنه باستهدافه إلى هذه الشعائر، وقد بدأها بهدم 38 مسجد إلى الطائفة الشيعية وكثير من المضائف الحسينية ودور العبادة وبعض الاعتدادات على المساجد التاريخية، وطبعا كلها بفعل مجهول، لم يعرف إلى اليوم من قام بهذه الاعتداءات، ولماذا إلى اليوم لم يتم مسك أو جلب أو نشر صور هؤلاء كما تقوم السلطة هذا اليوم بنشر كل من تعتقد أنه يقوم بأعمال لا ترضيها أو أعمال كما تدعي تخريبية. أحب أن أذكر النظام أن حركة الاتحاد الوطني، الحركة الوطنية، قامت بسبب مشكلة أو بسبب الاعتداء على مواكب العزاء
في شهر محرم، وكان تحديدا في يوم العاشر المحرم في حقبة الخمسينات، حيث قامت ثورة عارمة بسبب اعتداء البعض على تلك الشعيرة، ربما بإيحاء وربما بإيعاز لا نعلم من، ولكن بسبب هذا الاعتداء قامت الحركة الوطنية وحصل شعب البحرين على دستور 73، وتآلف في تلك الفترة السنة والشيعة بسبب هذه الأحداث. أنا لا أبشر بثورة قادمة بسبب هذه الاعتداءات، ولا أدعو إلى ثورة قادمة بسبب هذه الاعتداءات، ولكن أقول النظام حذاري من لمس أو التقرب إلى شعيرة ما يفوق على 70% من أبناء هذا الشعب، حذاري من المساس بمعتقداتهم، حذاري من المساس بما يؤمنون به، حذاري من الاعتداءات على مآتمهم وعلى خطبائهم وعلى رواديدهم وعلى مواكبهم الحسينية وعلى هذه الشعائر الموجودة منذ عقود، وكما ذكرت قبل وجود النظام في البحرين. كلنا يعلم أن هذه الشعائر هي مقدسة لدى هذا الشعب، ويجب على النظام أن يكف وأن لا يعتقد أنه وباستهدافه إلى هذه المعتقدات سوف ينال من هذا الشعب ومن حراكه ومن ثورته السلمية. بالعكس، هذا الوضع سوف يؤجج المشكلة القائمة وسوف يزيد من حنق أبناء هذا الشعب على كل ما جرى ويجري إلى اليوم من انتهاكات ومن اعتقالات ومن أحكام خيالية. يأتي النظام اليوم ويزيد من هذه الوتيرة بالتعرض إلى هذه الشعائر. أدعو النظام في البحرين إلى احترام هذه العقائد واحترام هذه الشعائر ووقف الاستهداف المباشر لأبناء طائفة ولمعتقدهم الراسخ في قلوبهم وفي ضميرهم وفي وجدانهم وفي عقيدتهم السمحة، لأن هذا في النهاية سوف يعيد ما جرى قبل 50 عاما، وسوف تقوم ربما ثورة أخرى بسبب هذه الانتهاكات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر الجزيل للأستاذ حسن المرزوق على هذه الكلمة. حينما يؤرخ إلى الشعائر الحسينية في البحرين فإن الحديث يعود إلى العام 104 هجرية، حين تأسست كما يذكر المؤرخون أول حسينية لبني تميم، وقيل أنها للجارودية من بني عبد قيس. وحينما يؤرخ للشعائر الحسينية فإنه يؤرخ إلى ما قبل هذا التاريخ أيضا، وإنما هذا التاريخ بالإشارة إلى تأسيس حسينية مخصصة. عندما يتحدث أي شخص عن تاريخ البحرين فإنه لا يستطيع أن يغفل التاريخ، تاريخ الشعائر الحسينية، بأنها جزء لا يتجزأ من طبيعة هذا الشعب ومن مكونات هذا الشعب. حينما يتم الإشارة إلى رجالات البحرين فمن ضمن الرجالات هم الخطباء الحسينيون، حينما يتم الحديث عن أكابر الخطباء الحسينيين في مختلف دول العالم فإنك ستجد في تاريخهم محطة في البحرين. الشعائر الحسينية جزء لا يتجزأ من تاريخ هذا الشعب، من أصل هذا الشعب، من جذور هذا الشعب. الفقرة القادمة ستكون كلمة للناشطة الأستاذة ابتسام الصباغ، فلتتفضل. ابتسام الصايغ،
لاقينها كل يوم تتصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن حرية المعتقد أو حرية التعبد حرية مكفولة، لأنها مبدأ يدعم حرية الفرد أو الجماعة في الحياة الخاصة أو العامة من خلال إظهار دينهم ومعتقداتهم وممارساتهم شعائرهم الدينية، سواء بالتعلم أو الاحتفال. ولنعقد هذه المقارنة بما يحدث في البحرين. وكما هو معروف أن شعب البحرين مسلم ومسالم، ولا خلاف في المعتقدات بين الأطياف المختلفة، وبينهما تعايش وتآلف وتراحم وتلاحم ومودة. والأغلبية العظمى للشعب وهم من الطائفة الشيعية محرومين من حق التعليم بمنهج مخصص في المدارس الحكومية لحفظ حقوقهم بالمعتقد والمذهب. ونجد أن خلال 5 سنوات الماضية بدأ الاستهداف يتصاعد على الشيعة في البحرين تدريجيا وبصورة سريعة، بدءا من هدم المساجد التاريخية 38 مسجد، بلغ عدد المساجد 38 مسجدا، وبعدها رفع حدة الاستهداف، وصل الحد إلى اعتقال العلماء الشيعة والخطباء وحتى الرواديد وإدارات دور العبادة الشيعية والمنظمين وبعض المشاركين في الفعاليات العبادية الشيعية. وهذا الاستهداف لم يكن بسبب شؤون سياسية، وإنما كان استهدافا طائفيا ليستمر في التخلي حتى عن حماية المآتم والمساجد والمواكب العزائية، رغم التهديدات التي تتوالى والأنباء عن الاستهدافات كما حدثت في دول الجوار. فبدلا من أن يحمل مصلون يتم إغلاق المساجد في طريقة جديدة للاستهداف بدلا من حمايتها، وهذا قناع ادعاء الحماية الذي يأتي تحت عباءة الاستهداف الغير المباشر. بينما نجد أن الدولة تخصص للطوائف الأخرى حماية وأماكن وحرية رأي وحرية تعبير، وهذا أمر حسن وممتاز، ونحن نطالب الدولة بتشييد مساجد الشيعة المهدمة في أماكنها بدون تغيير، كذلك كما يتم التعامل مع الطوائف الأخرى، خصوصا وأن الشيعة أغلبيتهم مضطهدة ومستهدفة. ندعو لمراعاة حقوقهم كما نطالب بإيقاف التضييق على الشعائر الدينية والاضطهاد الطائفي تجاه الطائفة الشيعية، والإفراج عن جميع المعتقلين الحق المكفولة عن ممارستهم عقائدهم. أما عن علماء الدين الذين اعتقلوا بسبب مطالباتهم بالحقوق المكفولة للممارسات العقائدية والشرعية، وهذا من صميم عملهم، فهل المطلوب منهم السكوت وترك وظيفتهم؟ أتعجب من استهدافهم، لأنهم يؤدون عملهم الذي لا مساومة عليه، وهو حفظ عقيدتهم وبنيتها على أساس شرعي والمطالبة بحرية العبادة. نطالب بالإفراج عن جميع العلماء المستهدفين جراء الحملة الأمنية ضد الشعائر الشيعية هذا، وندعو بالإفراج لجميع معتقلي الرأي والحقوقيين ورموز المطالبات الحق في هذا الوطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. الشكر الجزيل للأستاذة ابتسام الصايغ على هذه الكلمة. ولازلنا في ظل هذه الوقفة التي كما أشرنا تحاول أن تسلط الضوء على البعد الحقوقي في الأحداث التي حصلت خلال موسم عاشوراء، حيث أن البحرين هي جزء من مكونات المجتمع الدولي، وهي مرتبطة بعد توقيعها على العهدين الدوليين وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية بتوفير حق الحرية الدينية. وهذه الفعالية تعقد في ظلال مناقشة الواقع
واقع الحريات الدينية، خصوصا بعد انتهاء واحد من أهم المواسم الدينية السنوية والتي ارتبطت بها عقيدة هذا الشعب منذ أمد بعيد، وهو موسم عاشوراء. الكلمة القادمة ستكون للمحامي الأستاذ يوسف ربيع، فليتفضل. قوانين تنظم علاقة الدولة بالفرد وتوجب له وتفرد له بعض الحقوق والحريات، ومن بين هذه الحريات حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ويعني ورد تنظيم هذه الأمور سواء من خلال المواثيق الدولية أو الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، وكذلك نص عليها العهد يعني العهود الدولية لممارسة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية أيضا. نحن هنا لن أتي وأتكلم عن هذه الحقوق وعن هذه الإعلانات والمواثيق الدولية، ولن أتكلم عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أنا سأتكلم هنا عن ما لدينا هنا. نحن في البحرين لدينا دستور نص في مادته 22 على أن حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة وحرية القيام بالشعائر الأديان والمواقف والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد. ونضع خط تحت العادات المرعية في البلد لأننا سنعلق عليها. كذلك القانون في البحرين لم يجرم ممارسة الشعائر الدينية ولم يضع عليها نصا تجريميا، بدليل أن المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف. لكن الواقع للأسف في البحرين يخالف كل ذلك. شاهدنا ربما يعني اطلعتم مؤخرا على التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية حول واقع الحريات الدينية في البحرين، وهو تقرير مؤسف انتقدت فيه السلطات في البحرين انتقادا شديدا بسبب التضييق على حرية ممارسة الشعائر الدينية والحريات الدينية بالذات للطائفة الشيعية في البحرين. وهذه مشكلة حقيقية يعني الطائفة الشيعية تعاني منها منذ بدء الحراك الشعبي في 2011. لو استعرضنا تصريح رئيس الأمن العام حول يعني الأسباب التي دعت وبررتها وزارة الداخلية من أجل إزالة المظاهر العاشورائية واللافتات والرايات الحسينية واستدعاء الخطباء، نجد في أنه يقول بأن هناك يقول وهنا أقتبس من كلام رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، يقول فإن هناك أماكن مخصصة لوضع الرايات والشعارات يعلمها الجميع، وعليه فإن الجهات المختصة تعاملت بموجب القانون مع هذه المخالفات التي تم ارتكابها في هذا الشأن، والتي تمثلت في مجسمات تم وضعها في أماكن مخالفة يجعلها خطرا على الحركة المرورية، فضلا عن عبارات ولافتات سياسية وصور وأعلام لا علاقة لها بعاشوراء. ويكمل مما يشكل خروجا على ما هو متعارف عليه في إحياء هذه المناسبة. أولا يعني دعنا نقول بأن وزارة الداخلية لا تحدد للطوائف الدينية كيفية ممارسة وإحياء معتقداتها الدينية. الدستور كفل بشكل صريح وواضح أن حرية ممارسة الشعائر الدينية هو وفقا للعادات المرعية في هذا البلد وليس وفقا لعادات وزارة الداخلية. هذا نص واضح لا لبس فيه. هذه الشعائر التي تحدث من سبقني عنها أنها تمارس منذ آلاف السنين،
وهي موجودة ويعني لم يطرأ عليها أي تغيير أو يعني ما في ابتداعات والله حصلت إن إحنا قمنا نروح نركب في البحر رايات ولافتات أو ما شابه. هذا هو الوضع الذي كل عام يحيي فيه البحرينيون المواطنون البحرينيين الشيعة يحيون فيه شعائر عاشوراء لم يتغير. ما الذي تغير إذن؟ كما أسلفنا أنه منذ العام 2011 ومع بداية الحراك الشعبي في البحرين حدثت اعتداءات خلال فترة السلامة الوطنية على المواكب الحسينية، وحيث تعرضت هذه المواكب للقمع، وتعرضت اللافتات العاشورائية والرايات الحسينية إلى الإزالة والتخريب والتشويش عليها، مع أن قانون العقوبات يعاقب على ذلك، وسأتطرق لاحقا إلى نصوص هذه المواد. ومع ذلك لم نرى أي ردة فعل تجاه من قام بهذه الممارسات، أي الاعتداء على هذه الشعائر. ما الذي تغير؟ الذي تغير أن هناك ضابطة سياسية أو قرار سياسي هو الذي أصبح يحدد ما هو مجرم في إحياء الشعائر الحسينية وما هو غير مجرم. لا يوجد أي ضابطة قانونية ولا يوجد أي نص قانوني يمنع من ممارسة الشعائر القانونية وأنا أتحدى الشعائر الحسينية، وأنا أتحدى كل من يدعي أن القانون يمنع ممارسة الشعائر الدينية بما هو عليه الآن أو بما كان عليه سابقا قبل 2011 أن يأتيني به. هذه الممارسات العاشورائية كما أسلفنا تمارس منذ زمن ومنذ سنين، والاعتداء عليها هو الجديد. هذه الشعائر لم تكن جديدة وطارت على المجتمع البحريني. تعليق الرايات الحسينية على المنازل والبيوت وفي المآتم والشوارع لم يكن جديدا على هذا الشعب. ما هو جديد هو القرار السياسي الذي بموجبه تم استهداف هذه الشعائر وتم استهداف خطباء المنبر الحسيني الذين يستدعون بعد كل محاضرة يلقونها أو كل رادود حسيني بعد مشاركته في موقف حسيني على ما يطرحه من قصيد يخص معتقده، وحرية المعتقد مكفولة وفقا للدستور. المشكلة هل في النص القانوني أم في التطبيق؟ بالتأكيد المشكلة في التطبيق، ولذلك نسمع هذه الانتقادات التي تأتي من وزارة الخارجية الأمريكية ومن كبريات المنظمات الدولية كهيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات العريقة التي تنتقد ممارسة وزارة الداخلية والسلطات في البحرين وتطبيقها على هذه الشعائر الحسينية. في المقابل نرى يعني اليوم وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالتغريدات التي تهزأ وتشتم ويعني تسب معتقد كثير من المواطنين البحرينيين. لماذا لم تتحرك وزارة الداخلية؟ هناك دور عبادة تعرضت لإطلاق رصاص حي، وقد أبلغت إدارة الأوقاف الجعفرية الداخلية بذلك. أين وصل التحقيق في هذه الاعتداءات؟ هل سيكون مصير التحقيق في هذه الاعتداءات مثل مصير البلاغات التي قدمت بشأن من أمر بهدم المساجد في عام 2011؟ المساجد التي لا زال بعضها مهدوما حتى اليوم. المواطنون اليوم بحاجة لطمأنتهم وبحاجة لإيجاد حماية قانونية لما يعتقدون أنها ممارسة يعني ممارسة للشعائر التي كفلها القانون والدستور. يجب أن يكون هناك قانون يجرم الإساءة إلى الوحدة الوطنية، يجرم الإساءة إلى معتقدات الطائفة الشيعية أو الطائفة السنية أو أي طائفة دينية محترمة وموجودة في البحرين. إن سكوت وزارة الداخلية أو سكوت السلطات في البحرين عن مثل هذه الاعتداءات عن مثل هذه الإساءات يفهمها الآخر أنها تشجيع على المضي في ارتكاب هذه الإساءات. في النهاية نحن نطالب بإيجاد قانون لحماية الوحدة الوطنية
وبأن تسمح السلطات وفقا لما نص عليه الدستور وما نص عليه ميثاق العمل الوطني وما نصت عليه المواثيق الدولية بحرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم التضييق عليها. في الختام أتقدم بشكري إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ونحن أيضا نبادلك الشكر يا أستاذ يوسف، جزيل الشكر والتقدير للمحامي الأستاذ يوسف ربيع. ونبقى مع كلمة للدكتور طه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء مفاجئ طبعا بالنسبة لي، أنا فهمتها مداخلة وأنا قاعد مو أوقف هني. عموما يعني ما قيل كلش كافي، بس أنا أحب أن أضيف بأنه ما هو دخيل على المجتمع البحريني ليس ممارسة الشعائر الدينية أو تعليق اللافتات والأعلام على الجدران أو إحياء ذكره للبيت، وهذا هذه الشعائر الدينية تمارس طوال العام وعلى مدى مئات السنين من الزمن. الدخيل هو تلك الممارسات التي تتمثل في انتهاك حقوق الإنسان والتمييز الطائفي والتمييز، لا أبالغ إن قلت التمييز العنصري في حق طائفة كريمة من طائف هذا المجتمع. وربما قد تتعدى هذه الممارسات هذه الطائفة إلى طائف أخرى، يمكن يكون الطائفة السنية الكريمة وبقية الطوائف الموجودة في المجتمع البحريني. فأنا أعتقد أن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ للقانون البحريني الذي وضعته السلطة، وأيضا للدستور الذي وضعته السلطة بشكل منفرد. كافة الأفراد في المجتمع البحريني وخصوصا الطائفة الشيعية يمارسون شعائرهم مثل ما ذكرنا منذ مئات السنين وبكل حرية، ولم يضايقهم أحد في يوم من الأيام. فلماذا تحصل كل هذه المضايقات وكل هذه الانتهاكات الآن؟ أنا أعتقد أن هذا نهج وليس خطأ، يعني قامت به فئة من الفئات سواء كانوا رجال الأمن أو شخص معين أعطى أوامر، إنما هذا نهج تنتهج السلطة منذ فترة طويلة وتمثل في أشياء كثيرة، ومن بينها هدم المساجد والتضييق على إقامة الشعائر الدينية، إضافة إلى استهداف أفراد معينين من طائفة معينة بعينها. والدليل على ذلك أنه عندما يتفوه أحد الأشخاص من التكفيريين، خلنا نعبر نكون صريحين، بأنه يهين الطائفة الشيعية الكريمة، لا تحرك السلطة أي ساكن ولا حتى تستدعيه أو تعطي نصيحة على الأقل إذا ما قلنا تعتقله وأنه تحقق معه. بينما إذا حدث أنه واحد من أبناء الطائفة الشيعية تفوه بكلمات ربما يفسرونها بأنها طائفية وبأنه أهان أحد الأشخاص في الطائفة الأخرى أو أحد الصحابة، تقوم القيامة وخلاص، يعني تصبح كل الطائفة وليس هذا الفرد بعينه، تصبح كل الطائفة متهمة بأنها طائفية وأنها تؤجج الصراع الطائفي. فأنا أعتقد بأنه يجب على السلطة أن تنتبه، ترى طفح الكيل ويفترض أنه تكون في هناك مساواة. إذا كان كنا نتكلم عن المساواة ونتكلم عن حرية الرأي والتعبير، هنا تتبين إذا كان السلطة فعلا جادة في أن توفر للناس حرية لكي يعبروا ولكي يمارسوا شعائرهم الدينية. نحن لسنا موجودين في بلد تحكمه على سبيل المثال حكومة يعني غير إسلامية، مثلا في إسرائيل ولا في أي دولة أوروبية أخرى. حتى في الدول الأوروبية نلاحظ أن الحكومات تحمي
الشعائر الدينية وتحمي المسيرات الدينية حتى، وشفناها في التلفزيون كيف كانت الرجال الأمن في النرويج وفي كثير من الدول حتى في بريطانيا كانت تحمي المعزين واللي يمشون في المسيرات ويحملون أعلام ربما لا تمت لهذا البلد بصلة، وهم يحمونهم ويساعدونهم فأنهم يمارسون شعائرهم. فما بالك احنا في بلد، في بلد يفترض فيه أن يكون مسلم، بأن تمارس الحكومة كل هذه الانتهاكات بشكل متعمد. طبعا ما نقول يعني بشكل أن الناس طلعوا مسيرة أو طلعوا في عزة ولا علقوا رايات أو أعلام على الجدران، ليس لم يعلقوها يعني بشكل طارئ أنه والله حبوا يعلقون. هذا صاير تقليد أنه في كل مناسبات الدينية الناس تعبر عنها بهذه الطريقة، وبالتالي أنت كحكومة تدعي الإسلام يفترض فيك أن تحمي هذه الطائفة وتعطيها مجال تمارس مثل تمارس شعائرها، مثل ما الآخرين يمارسون شعائرهم وربما يمارسونها بشكل يعني يوتر الأجواء أحيانا ويشتم الآخرين، لكن الآخرين ما قاعدين يردون عليهم بطريقة يعني بطريقة مهينة، يعني فيها احترام الطرف الآخر. فأنا أعتقد أنه يفترض في الحكومة بأنه تكون يعني عادلة وتكون في مساواة وتعطي الكل حقه في أنه يعبر عن رأيه، ولا تضايق على الذين يحيون الشعائر الدينية بالإضافة إلى إحياء ذكر أهل البيت، تضايقهم وتخلينا كطائفة خلينا نكون صريحين نشعر بأن إحنا مهانين وتمارس علينا الإذلال والتنكيل فقط لأن تريد تركع البشر وتريد تحسسهم بأن أنتم ما إليكم قيمة مهما تسوون مهما تقومون بتحركات. فأعتقد هذا نهج خاطئ ويجب أن يتخلون عنه ويطبق الدستور ويطبق القانون على الجميع وبشكل متساوي. وشكرا لحسن إصغائكم. جزيل الشكر والتقدير للدكتور طه الدرازي على هذه الكلمة، وجزيل الشكر لكم جميعا على حسن الاستماع، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في فعالية قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.